هذه نظرة على أسعار النفط التي تشهد ضغوطات في هذه اللحظات. برنت يتداول دون $100 ونايمكس دون $94 للبرميل. للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من الظهران الدكتور يوسف الشمري رئيس تنفيذي لشركة سي ماركت. أهلا بك يوسف، شكرا لانضمامك إلينا. كان هناك طبعا يعني عدد من التوقعات بحسب الاتفاقية الحالية، من المفترض أن يظل المستوى الإنتاج مستقر حتى نهاية السنة. كان هناك مطالبات وضغوط على أوبك وأوبك بلس لزيادة الإمدادات. ما هي فرص أن نشهد زيادة مع نهاية اجتماع هذا اليوم برأيك؟ أهلا وسهلا أخي ناصر، وسعيد في الحديث مع العربية اليوم. هنالك احتمالية زيادة الإنتاج، لكن أعتقد أن الاحتمالية جدا ضئيلة، لأنه لو طبعا هذا الاجتماع جدا مهم، لأنه طبعا يأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي في الشهر الماضي، وأيضا زيارة مهمة سمو ولي العهد السعودي في أوروبا، وأعتقد أن خصوصا في دول OECD في أوروبا في الولايات المتحدة هنالك مشاكل كبيرة من التضخم، ويرغبون المملكة العربية السعودية تساهم بشكل كبير من خلال قيادة تحالف أوبك بلس في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الوقود. فلكن نجي هنا مسألة جدا مهمة، أن الفدرالي الأمريكي متخذ سياسة جدا هوكش، أو أن التوقعات في زيادة الأسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة جدا عالية، لأن التضخم حاليا في أرقام وتوقعات نيويورك قد يصل إلى 10% عالميا. فهذه بالتالي قد يعني تؤثر سلبا على يكون هناك في تباطؤ اقتصادي، وبالتالي أعتقد أنها قد تؤثر على الطلب العالمي. أيضا التقرير الأخير اللي صدر من وكالة الطاقة الدولية قلل نسبة الطلب العام هذا إلى حوالي 1.7 مليون برميل، طبعا انخفض من حوالي 2 مليون برميل، فأيضا العام القادم الطلب عند حوالي 2 مليون برميل. فهنالك حتى اجتماع جي تي سي اللي هي اللجنة الفنية بالأمس يتوقع أن يكون هنالك فائض في الإمدادات من 200 إلى 800 ألف برميل. فهذا اللي انا اتصور، لو نلاحظ بس اليوم اسعار النفط اقل البرنت انت يعني صارت ما دون $100، ففرص الزياده موجوده، لكن لو اتخذتها اوبك بلس اعتقد انه قد يكون نوعا ما في دافع لها اللي هو مواجهه التضخم، لكن الاسواق قد تواجه فائض مع نهايه هذا العام بحوالي 300 ألف برميل أو أكثر. مع أنه أتصور أنه لربما أوبك قلصت توقعاتها للفائض المتوقع لهذا العام، ما زالت تتوقع فائض لأنه تقلص مقارنة بتوقعاتها السابقة. كان هناك طبعا زيارة لافتة لنائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك إلى الرياض واجتماعه مع وزير الطاقة السعودي يوم الجمعة الماضي، فبالتالي يبدو بأنه أكيد تم مناقشة اجتماع اليوم. هل تعتقد أنه مهما كان نتيجة اجتماع اليوم القرار سيكون بالتوافق مع روسيا؟ بشكل أكيد، روسيا دولة طبعا جدا مهمة في هذا التحالف، وأعتقد أن خصوصا دول الأوبك الحفاظ على روسيا كشريك مهم في هذا التحالف أعتقد أنه شيء موجود خلال السنوات القادمة. لكن روسيا حاليا تواجه مشكلة، لو نلاحظ بس الشهر الماضي الانتاج الروسي أقل بحوالي 1 مليون برميل من الرقم اللي مستهدف. أعتقد أن مسألة زيادة الإنتاج حاليا عند الروس ليست بالمسألة الأولوية، لأنه لا زالت العقوبات اللي فرضتها طبعا والقد طبعا نهاية السنة هذه في حظر أوروبي سيتم على النفط الروسي، فأعتقد أنه مسألة مش مهمة عندهم. لكن أيضا واشنطن ما طلبت أو أنه ما هي من أولوياتها أن إبعاد روسيا عن تحالف أوبك بلس، فأتصور وجودها مهم لكن وليس لديها حاليا أولويات في زيادة الإنتاج. قد يكون هنالك نوعا ما في التنسيق على المدى البعيد، انه يكون فيه مثلا يكون استراتيجيات اي قرارات تصدر من اوبك بلس يكون روسيا طبعا عندها ماخذ الجرين لايت، لكن لا اتصور انه حاليا عندهم امكانيات في زياده الانتاج، لانه انخفضت الارقام عندهم الصادرات وايضا الانتاج خلال الاشهر الماضيه. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل مباشره من الظهران دكتور يوسف الشمري رئيس تنفيذي لسي ماركتس، اهلا بك. العفو.